بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا تفعلون لو علمت أن جميع الأهرامات في منطقة الأهرامات الكبرى والتي تشمل الأهرامات الثلاثة ما يسمى بخوفو وخفرع ومنقرع هي انعكاس دقيق لمواقع النجوم في السماء على الأرض، وأن مواقع النجوم في السماء كانت بالأهمية لدى الشعوب القديمة للدرجة التي جعلتهم يقدسونها ويعبدونها في جميع الأوقات في التاريخ القديم وحتى العصور الفرعونية؟ فقد عبد بعض القدماء المصريين نجم الشمس في العصر الفرعوني تحت اسم آتون ورع وغيره من الأسماء، وعبدت في العراق في قوم نبي الله إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى وأنه هو رب الشعرى. كذلك في الألواح السومرية ذكرت أن شعوب الأنوناكي القادمون من كوكب نبرو والذين هبطوا من السماء على الأرض بعد أن تدمر كوكبهم، بمعنى أن الأنوناكي جاءوا من الفضاء، ذكرت ان هم بنوا الاهرامات كمطارات لمحطات مرورهم على الارض، وان الاهرامات بالنسبة لهم كانت منارات انهدمت بسبب الفيضانات او بسبب فيضان عظيم ضرب الارض. بالطبع تلك الاحداث هي تحريف لاحداث اخرى حقيقية، ولكنها تظهر مدى تأثر الشعوب القديمة بالنجوم وانها كانت محور الحياة في العصور القديمة. لذلك وحتى نفهم ذلك السر العجيب علينا ان نبدأ بالقصة من البداية، وهو كيف بدأت عبادة النجوم عند المصريين القدماء والحضارة الفرعونية. جديد وبرنامج جديد تم اكتشافه لمراقبة النجوم في وكالات الفضاء العالمية اسمه برنامج سكاي جلوب، جايبينه لكم النهاردة علشان هيثبت لكم برضو ان الاهرامات ليس الفراعنة هم بناتها، وان الاهرامات تم بناها في حضارات قديمة مغلة في القدم ترجع لعصور ما قبل الطوفان. البرنامج ده هنثبت من خلاله ان منطقة الاهرامات الكبرى وعلى رأسها طبعا الهرم خوفو وخفرع ومنقرع اللي بيسموهم الاسامي دي، طبعا احنا قلنا قبل كده في حلقات سابقة ان اسمائهم الاصلية كانت الهرم الشرقي والهرم الغربي والهرم الملون، وقلنا طبعا اتبنوا ازاي ومن اللي بناهم، وقلنا الحقيقة كلها للي عاوز يرجع ويشوفها من البداية. هنكشف لكم النهاردة لغز الاهرامات وعلاقتها بالنجوم وإزاي اتعبدت النجوم بسبب هذه الأهرامات. هل سألت نفسك لماذا عبدت النجوم والكواكب في العالم القديم؟ وليه الكهنة والمنجمون استخدموا النجوم والكواكب للتنبؤ بالأحداث المستقبلية في العصور القديمة وفي العصر الحالي؟ يا ترى إيه أهمية النجوم وإيه علاقتها بالأحداث اللي بتحدث على الأرض؟ هل سألت نفسك يوما لماذا تم بناء هرم خفرع أصغر من هرم خوفو بمقدار بسيط، وتم بناء هرم منقرع أصغر منهم بكثير؟ هل سألت نفسك لماذا الأهرامات السبعة الموجودة في منطقة الأهرامات تتباعد عن بعضها البعض بهذا الشكل؟ وهل تعرف لماذا تم تسمية كواكب المجموعة الشمسية في زمننا الحالي على أسماء الآلهة التي كانت تعبد قديما؟ فعطارد سمي على اسم إله التجارة والسرعة عند الرومان، الزهرة سميت على اسم إلهة الحب والجمال عند الرومان أيضا، المريخ سمي على اسم إله الحرب عند الرومان، المشترى سمي على اسم إله السماء عند الرومان، زحل سمي على اسم إله الزراعة عند الرومان، أورانوس سمي على اسم إله السماء عند الإغريق، ونبتون سمي على اسم إله البحر عند الإغريق، أما بلوتو سمي على اسم إله العالم السفلي في الأساطير الإغريقية. هتلاحظوا من المسميات دي في الحضارات القديمة واللي ما زالت مستخدمة حتى الآن إن هي أسماء آلهة عبدت في قديم الزمان. دايما بيقول لكم ان الكواكب والنجوم ظلت تعبد على مدار التاريخ البشري كله. للناس اللي بيقولوا ان الكواكب والنجوم ايه اهمية عبادتها وايه اهمية ذكرها، واسأل نفسك ليه عبدت كل هذا الزمان. هذكركم بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. ازاي كانوا بيقدروا يعرفوا الاحداث المستقبلية والاحداث الحالية ويقدروا يعرفوا العلوم كلها من خلال معرفتهم بعلم النجوم والكواكب، ولدرجة ان من شدة التطور اللي وصلوا له بسبب هذه العلوم عبدوا الكواكب والنجوم على فترات زمنية كبيرة. وعبدها مين؟ ده احنا بنتكلم على حضارات عملاقة زي حضارة اطلانتس قبل الطوفان وحضارة قوم عاد بعد الطوفان، لدرجة ان هي ظلت تعبد في العراق وفي مصر وفي اغلب مناطق العالم حتى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، بل ان ليها بعض الناس بيعبدوها حتى الان. سألت نفسك هي ليه كانت اهميتها للدرجة دي؟ ليه سموا الكواكب والنجوم باسماء آلهة؟ في بعض الناس قالوا لي في بعض التعليقات في بعض الفيديوهات قالوا لي
لا يعلم الغيب إلا الله. أنا بكررها للمرة الثانية والثالثة والعشرة، رغم أن أنا جاوبت على السؤال ده في فيديوهات كثيرة، إلا أنه واضح إن الناس ما سمعتش أو ما سمعوش الإجابة. بالنسبة للناس اللي بتقول إن الغيب لا يعلمه إلا الله، لا خلاف على هذا الأمر، لا خلاف نهائيا، بس لازم تفهموا إن الله سبحانه وتعالى في بعض الأزمنة كان بينزل بعض أنواع الفتن لأصحاب هذه الحضارات أو أصحاب هذه المدن أو الفترات الزمنية اللي نزلت فيها هذه الفتن. يعني هندي مثال في زماننا الحالي، إن البشر بيقدروا إن هم العقيم ينجب عن طريق أطفال الأنابيب أو عن طريق الحقن المجهري، بل إنه كمان يقدر يختار نوع المولود من ذكر أو أنثى، ودي فتنة عظيمة لم تكن موجودة في الأمم السابقة. وفي فتن أخرى موجودة في زماننا هذا، ذكر لنا القرآن الكريم في الأزمان السابقة وقبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، منذ بداية البشرية حتى ميلاد النبي، كان في فتنة عظيمة جدا الله سبحانه وتعالى عفى بها قوم محمد أو قوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن هم الجان كانوا بيقدروا يصعدوا في السماوات وياخدوا منها مقاعد ويقدروا يسمعوا الأخبار اللي بتتنقل من الملائكة في السماوات السبع حتى تصل لملائكة السماء الأولى واللي بيقوموا بتنفيذ هذه الأوامر على الأرض، فكانوا بيقدروا يعرفوا الأحداث المستقبلية قبل ما تحصل وينزلوا يبلغوها للكهنة. وفي آيات قرآنية، بل إن في سورة قرآنية كاملة بتذكر هذا الأمر، وأحاديث شريفة برضو بتؤكد على هذا الأمر. وكان الكهنة بيستخدموا هذه المعلومات من الجن بالتلاعب بعقول البشر، وإن هم يخلوا البشر يقدسوهم. تخيل أنت واحد دلوقتي جاي يقول لك الحاجة دي هتحصل، وبعد شوية جاي قال لك الحاجة دي هتحصل، ولقيت الحاجات اللي هو بيقولها كلها توقعاته بتحصل، فتلقائيا لو قال لك أي حاجة هتتبعه وهتمشي وراه. فكان الكهنة بيستخدموا هذا الأمر لفتنة البشر والإضلال البشر، فرحمة من الله سبحانه وتعالى بالبشرية بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد منع هذه الفتنة، وأي أحد من الجن يصعد للسماء علشان يسمع أخبار أهل السماء للأرض أو الأحداث اللي هتحصل في المستقبل للأرض بيتبعه شهاب بيحركه، فما عادش الموضوع ده بيحصل. عشان كده بقولك علم النجوم والكواكب في هذا الزمن غير حقيقي، لكن في الأزمان السابقة كان حقيقي بنسبة 100%. فدي كانت فتن، سواء ان الجن يصعد يسمع الأحداث المستقبلية وينزل يبلغها لأهل الأرض، أو ان كانوا بيقدروا يعرفوا من ترتيب تواجد ومواقع النجوم والكواكب زي ما ربنا أقسم بقى في القرآن الكريم وبعظم هذه المواقع وهذه الأماكن، كانوا بيقدروا يعرفوا بعض علوم الغيب اللي في حدود ما أذن الله سبحانه وتعالى، وكانوا بيعرفوا الأحداث الكبرى مش الأحداث الشخصية. فبس الناس عشان تفرق، أنا هتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل لكن في أوقات في حلقات منفصلة بإذن الله، أنا مش هقدر أثبت كل حاجة في حلقة واحدة لأنها تستمر عشرات الساعات. فعشان كده بقول لكم شوفوا الأجزاء كلها على بعض، لأن أجزاء السلسلة بتكمل بعضها البعض، وفي كل حلقة معلومة بتكمل الحلقات اللي قبلها أو حتى بيترتب عليها العلم في الحلقات اللي بعدها. فياريت تشوف السلسلة كلها عشان تقدروا الصورة توضح قدامكم كاملة، وبرضو ما تنسوش تضغطوا على الإعجاب علشان الفيديو يوصل لكل الناس ويتحرك في محركات البحث بسرعة علشان يوصل لناس كتير بيبقى عندها أسئلة كتيرة جدا ومش لاقيين لها إجابات، وهيلاقوا إجاباتها في الحلقات بتاعتنا بإذن الله، فتدل على الخير كفاعل. هنيجي للقصة الفرعونية أو اللي وجدناها في البرديات والجداريات الفرعونية، واللي بتتكلم عن قصة الخلق وعلاقتها بعبادة النجوم. بتقول عندما توقع رع فناء العالم بسبب الحرب الدارية بين حورس وست في الوقت الذي لا ينتصر فيه أحد ولا يريد أحدا منهما وقف القتال، جمع باقي الآلهة للنظر في الأمر وتحديد من الاثنين يختاروه ليتقلد عرش فرعون ليحكم العالم، ولكن الآلهة لم تتفق وقرروا استشارة نيث إلهة الحكمة للتوصل إلى حل. وقررت نيث أن يعتلي حورس العرش، ولكن ست لم يقبل بهذا القرار وقرر الاستمرار في محاربة حورس، واختير أوزوريس ليكون حاكما للعالم الآخر، ولكنه اشترط من جميع الآلهة أن يقبلوا قرار نيث بأن يحكم ابن حورس عرش مصر وحكم العالم. بذلك حدث تقسيم للعالم، فأصبح حورس عندئذ حاكما على الأرض السوداء وهي مصر، وأما ست فأصبح حاكما على الأرض الحمراء أو ما تسمى ديشرت، وهي مكونة من الصحراء التي يصعب فيها الحياة، صحراء مصر.
طبعا احنا هتقولوا لي احنا في الفترة الزمنية الاولى ولسه بنتكلم على حضارات ما قبل التاريخ وما قبل الطوفان، ايه اللي خلانا نقفز ونذهب للفراعنة علشان ناخد منهم بداية عبادة النجوم والكواكب وعلاقة الاهرامات بيها، مع العلم ان الاهرامات بنيت قبل ظهور الفراعنة بعشرات الالاف السنين؟ هقول لكم ببساطة، لان الفترة الفرعونية او ما يسمى بالفترة الفرعونية لم يكن هناك اساسا فترة فرعونية او حكم فرعوني في مصر. الفترة دي او الملوك اللي كانوا في الزمن ده زيهم زي بقية الحضارات اللي فائت من الفترة الزمنية الرابعة بسبب الكوارث اللي احاطت بالارض في الفترات الزمنية السابقة، دول اللي نقدر ناخد منهم ما حدث في العصور السابقة. يعني احنا هنتوارث الاحداث من العصور السابقة عن طريق ما تركته لنا الحضارات دي. طبعا احنا تعودنا في حلقاتنا السابقة ان طبعا بيبقى الاساطير اللي حصلت او قيلت في الحضارات دي بتبقى فيها نوع من انواع المبالغة والاسطورية واحيانا التخريف والضلال، لكن مهمتنا ان احنا نقدر نعرف منها الحقيقة، وقلنا حلقات سابقة ازاي بنقدر نخرج الحقيقة من الباطل عن طريق القياس والمقارنة واساليب علمية كتير، بنقدر ان احنا نعرف الاصل كان ايه والمبالغات والزيادات كانت ايه. فعلشان كده بنرجع للقصص دي، وخصوصا القصص اللي تأيدت في الحضارات القوية اللي ظهرت في الفترة الزمنية الرابعة، اللي هي الأقرب لينا في الفترة الزمنية الخامسة اللي احنا بنعيشها حاليا في زمننا الحالي. فبتقول البرديات الفرعونية ان حصل خلاف بين الآلهة على مين، طبعا والعياذ بالله، يعني انا بقول لكم اللي ذكر في البرديات، ان حصل خلاف بين الآلهة مين يحكم الأرض، وحصلت حرب بين ست وحورس لما نذكرهم بالتفاصيل وقصتهم الشهيرة جدا وعلاقتها بما قبل الطوفان برضو، لان اوزوريس نفسه هو اللي عبد في زمن الفراعنة والحضارات التالية، هو نفسه ادريس عليه السلام نبي علوم ما قبل الطوفان، النبي اللي اتى بالعلوم اللي تسببت في قيام حضارات ما قبل الطوفان. فادريس هو اوزوريس عليه، هو اوزوريس اللي عبد في الحضارة الفرعونية. فاوزوريس حكم في نظرهم، حكم بعد ما رفع او انتقل للسماء، حكم العالم الاخر، وابنه حورس كان المفروض يحكم الارض، ولكن حصل خلاف بينه وبين عمه ست، وحصلت ان الالهة والعياذ بالله تدخلت في الامر وفصلت ما بينهم، وخلت حورس يحكم الاراضي الخضراء وست يحكم الاراضي القاحلة او الميتة او الصحراء. في قصة تانية، نص وجد في مقبرة سنوسرت الاول، ان هو مر على الارض وقت كانت تعيش فيه الالهة مع البشر، وكان راعي ملكا على الالهة وعلى البشر، وعندما كبر راعي في السن واصبح ضعيفا تصارع الالهة وكذلك البشر على حكم الارض، حيث لاحظ البشر ايضا ضعف راع، ولكن راع عرف ما ينوي عليه البشر، فجمع الالهة واستشارهم كيف يخمدون تمرد البشر، وعقد اجتماع في الخفاء ولم يعلم الناس بهذا الاجتماع بين الالهة. اجتمع الالهة على رأي، وتكلم نون نائبا باسم الالهة ان يبقي ابن راع على العرش، وان يرسل عينه والتي تسمى عين راع في صورة الاله سخمت الى الناس للانتقام منهم وتأديبهم. قبل راع بهذا القرار وارسل ابنته حتحور في صورتها القاسية اليهم بغرض قمع الناس وتأديبهم. تقمصت حتحور صورة لبؤة شرسة وسميت سخمة، ودخلت وسط الناس وبدأت مسبحة رهيبة في شعب مصر اللي كان ساعتها يعتبر شعب مصر وقائد العالم، فكانت تفترس اي من الاحياء امامها وعاست فيهم بكل عنف وشراسة. وعندما رأى راع الكارثة وما تفعله بالناس صعب عليه حال البشر، استجاوزت مسبحة سخمت كل الحدود المعقول، ولكن عندما تتسيب سخمت على الناس فيصعب إرجاعها عما تقوم به، لذلك فكر راع في حيلة يرجعها بها إلى صوابه. أمر راع بتجهيز آلاف من أزيار النبيذ، وخلط ما فيها من نبيذ بمصحوب الهيماتيت الأحمر، فأصبح النبيذ أحمر لون الدم، وسكبت الآلهة النبيذ كله في منطقة يعرفون ان سخمت سوف تذهب اليها كل ليلة على الارض. وعندما رأت سخمت هذا السائل اعتقدت انه دماء الناس، زاد هيجانها وبدأت تشرب منه بنهم حتى شربت منه ما يكفي بحر بكامله، واصبحت في حالة سكر فظيع بحيث لم تستطع التعرف على البشر، واصبح البشر بالنسبة لها كائنات لا يأتي منها ضرر. وبعد ذلك اصبح راع ضعيفا وفضل ان يعتزل الارض، فصعد على ظهر نوت وهي في صورة بقرة وذهب معها إلى السماء،
تعلقت بقية الآلهة ببطن البقرة وذهبت بهم إلى السماء وإلى النجوم. ومنذ ذلك الوقت انفصلت السماء عن الأرض، وكذلك انفصلت الآلهة عن الناس، وبقي العالم على الحال الذي هو عليه الآن. وبسبب هذا الصعود إلى السماء بواسطة بقرة السماء تعرف تلك الأسطورة بكتاب البقرة السماوية. اكتملت تلك الأسطورة في عهد الدولة الحديثة، وكتبت ووجدت تفاصيلها في مقبرة الفرعون سنوسرت الأول في إحدى الغرف الجانبية، وهي البقرة نفسها التي عبدها بني إسرائيل بعد ذلك تأثرا بهذه القصة. تخيلوا، طبعا كلنا عارفين قصة بني إسرائيل وعبادتهم للعجل الذهبي اللي عمله السامري، هنبقى برضو نذكرها في الفترة الزمنية الرابعة لأن هي من القصص القوية والمشهورة جدا في الفترة الزمنية الرابعة. الفترة الزمنية الرابعة دي هتكون مليئة بأحداث عجيبة، لكن مش هنقدر نتكلم فيها إلا لما نخلص الفترة الزمنية الأولى والتانية والتالتة. سلسلة ضخمة بإذن الله، هتكون سلسلة وثائقية كبيرة للي عاوز يعرف التاريخ الحقيقي. القصة باختصار إن الآلهة والعياذ بالله كانت عايشة مع البشر على الأرض، وبدأ الناس تشوف إن رع بدأ يكبر وبدأ يحصل تمرد عليه، فحب رع ينتقم فبعت بنته في شكل وحش قاتل بدأت تقتل في الناس. وبعدين لاحظ ان هي بدأت يعني مفيش لها رجعة، مش عارف يرجعها، خلاص اكتفي، وقف حساب، وقف عقاب للناس، مش هتجي تقف. فكلم مع الآلهة والعياذ بالله، عملوا خمرة كتير جدا على شكل بحر كامل، وسكبوا فوق لون احمر شبه الدم، شربته اتسطلت. ده قصة، انا مش بقول قصة من عندي، ده قصة دي موجودة في البرديات الفرعونية الرسمية. الفراعنة كانوا بيعبدوا كده، يعني عشان فيش ناس بتقولي ده تخاريف، لا ده كانوا تخيلوا أمة وحضارة رهيبة سيطرت على الأرض في مدة تزيد عن 3000 سنة، كانت بتؤمن بهذا الكلام. أمة شكلت جزء كبير جدا من تاريخ الحضارة البشرية في العصور القريبة كانت بتؤمن بهذا الكلام. فتيجي تقولي أنت بتحكي لنا الكلام ده ليه؟ لا لازم تعرفه، لأن الكلام ده هم جابوه من حاجات قديمة جدا أثرت في تكوينهم العقلي وتسببت في إنهم عبدوا الكلام ده. وده اللي احنا عايزين نوصله، ان احنا نعرف الناس القديمة دي عملت ايه، وصلت ان الناس في العصر الفرعوني عبدوا اللي عبدوه او امنوا باللي امنوا بيه، لدرجة ان هم حتى بني اسرائيل من شد، لان هم كانوا جزء من الشعب المصري في الفترة الفرعونية او ما تسمى بالفترة الفرعونية، من شدة تأثرهم بقصة هذه البقرة وايمانهم بيها رغم انهم كانوا مؤمنين موحدين بالله من سلالة يعقوب عليه السلام، لكنهم اول ما السامري عمل لهم عجل على شكل بقرة يعني عبدوها. لان قصة البقرة دي في زمن الملوك حكام مصر فيما يسمى بالعصر الفرعوني كانت مقدسة بشكل لا تتخيلوه. اللي البقرة دي هي اللي صعدت للسماء وركب على ظهرها الالهة واتشعل فيها بقية الالهة وصعدوا الى السماء وسكنوا النجوم وسابوا الارض للبشر. القصة رغم ان هي تخاريف طبعا وما فيش حاجة اسمها تعبد آلهة والكلام ده، بس بتبين لكم ازاي الناس دول ورثوا عبادة النجوم من السلالات اللي كانت قبلهم، واللي كانت بتؤمن بان الآلهة سكنوا الارض في قديم الزمان ثم صعدوا الى السماء وسكنوا النجوم وسكنوا الكواكب وبيحكموا الارض منها، وده السبب اللي خلاهم عبدوا النجوم والكواكب. طب ايه علاقة الكلام ده بالاهرامات؟ جاي لكم في الكلام، بس لازم الاول نمهد وتعرفوا ايه أهمية عبادة النجوم عندهم علشان تعرفوا ليه الأهرامات اتبنت، وازاي ان الأهرامات هي صورة السماء او صورة النجوم والكواكب في السماء على الأرض. طيب في أسطورة تانية برضو ذكرت في التاريخ الفرعوني مذكورة وثابتة وموجودة في البرديات اسمها أسطورة الدورة اليومية، وهي عبارة عن رحلة الرع كل ليلة اللي بتتم خلال العالم التحتي اللي سموه دوات وكفاحه ضد قوى الفوضى هناك لكي تظهر الشمس في الصباح من جديد على العالم. دي أسطورة بتشرح كفاح رع ضد قوى الفوضى والظلام كل ليلة، المتمثلة في أفعى كبيرة تسمى أبو فيس، بتحاول إن هي قدر الإمكان إن هي تبتلع الكون أو تبتلع الأرض أو تبتلع شعب مصر، فالشمس مش هتطلع تاني يوم. فرع بيقوم برحلة في العالم السفلي علشان يمنع الأفعى الكبيرة أبو فيس من إنها تلتهم الأرض ويسمح للشمس إنها تظهر في اليوم التالي. علشان كده عبدوا رع اللي هم سموه إله الشمس. عندما تختفي الشمس كل سماء يغير الإله رع طريقة انتقاله ويركب مركبا مقدسا يعبر به النيل تحت الأرض، ويعبر رع خلال تلك الرحلة 12 بوابة تمثل 12 ساعة، هي عدد ساعات الليل من 5 مساء ل 5 صباح في العالم التحتي، ويسمى هذا العالم بدوات، في طريقه لمقاومة الفوضى والأخطار اللي بتقابل مركبته الشمسية.
وبيقوم الإله ست بمساعدته خلال تلك الرحلة، حيث يقف على مقدمة المركب ويهدد الأفعى أبو فيس برمحه حتى لا تقترب منه. وبعد تلك الرحلة كل ليلة في العالم التحتي يعود رع إلى الظهور من جديد في الصباح، ويلقي بأشعته التي تمنح الحياة للشمس على سطح الأرض. هذا البعث لرعي الممثل في ظهور الشمس كل صباح اعتبر المصري القديم كبعث جديد للإنسان، وعلامة على انتصار الإله رع على قوى الفوضى خلال رحلته الليلية. تتزين البوابات الاثنى عشر جدران قبور الفراعنة خلال الدولة الحديثة بالألوان، وكانت تكتب أيضا على أوراق البردي في كتاب يسمى كتاب الآخرة أم دوات، وبيصيغ بالشكل مختصر منه في الأسرات التي تلت حتى الأسرة الثلاثين على الأقل، وتنقش بعض النصوص منه على توابيت الموتى خصوصا الأسرات من الأسرة 18 للأسرة 30. كل باب من الكتاب ينتمي إلى ساعة محددة من ساعات الليل، وبيحدد بالظبط إيه اللي بيحصل في العالم السفلي. يشكل الصراع بالرع والحية أفوبيس كل مساء منذ غياب الشمس في السماء وظهورها كل صباح أسطورة تسمى في الحضارة الفرعونية الدورة اليومية في الميثولوجيا المصرية القديمة. وكانت تلك النصوص معروفة منذ الدولة القديمة وخلال أسرات الدولة القديمة، وكانت تلك النصوص تكتب على جدران الحجرات القبور، وهي تعرف بنصوص الأهرام. طبعا هي رحلة أسطورية، لكن الرحلة دي كان بيؤمن وبيعبدها المصريين القدماء في العصر الفرعوني، كانت مقدسة، والرحلة دي لقوها مكتوبة في كل شيء يخص الفراعنة، أو ما كتبوه على برديات أو حجارة أو نقشوه على المسلات والأثار اللي وجدوها من الحضارات اللي قبلهم نقشوا عليها الكلام ده. واضح انهم كانوا متأثرين بها جدا، فللي عاوز يفهم او يتعلم او يعرف الاحداث الحقيقية في كل شيء لازم يعرف ايه اللي وصل الناس دي للمرحلة دي، ايه اللي وصل الناس دي لانها تقدس قصة بهذا الشكل. وهما ما كانوش اصحاب عقول بسيطة عشان نقول او ندعي ان هما كانوا بيتبعوا اي كلام، لا، ده اكيد وصلت لهم عن طريق أمور خلتهم يقتنعوا بها اقتناع تام ويقدسوها بشكل مجنون. هنا بقى واجبنا في حلقة النهاردة، لأن الأهرامات هي السر، الأهرامات هي اللي هتدلنا وهتعرفنا إزاي عن طريق اكتشاف مذهل هنحكيه لكم دلوقتي أو هنقول لكم عليه دلوقتي، عرفتنا إزاي الناس دي عبدت العبادات دي كلها. أول حاجة ظهرت عبادة رع اللي هي الشمس في هليوبلس في الشمال، ارتبطت بعودة الدورة الدموية، رمزوا له أحياناً برع حور اختي وحورس اللي هو شكل يعني حورس على رأسه قرص الشمس. ده كان في خلال الأسرة الخامسة. طبعا اتبنت له المعابد في عين شمس وفي أبو صير والمسلات اللي كانت بتشاهد تكريما له، وكانت بتطلق قمتها بالذهب. وصلت عبادة رع بعد ذلك إلى طيبة، وأقيمت له معابد هناك وعدة مسلات، وكان من ضمن ألقاب الملك الدائمة لقب ابن رع كما يكنى به رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل. طبعا احنا قايلين في الحلقات السابقه ان كل الاثار اللي موجوده في مصر دي بتعود لقوم عاد، ما عدا الاهرامات الثلاثه هم اللي بيعودوا الى حضاره اطلانتس ما قبل الطوفان. كل الاهرامات اللي في مصر باستثناء الثلاثه بس اللي هم بيسموا خوفو وخفرع ومنقره، اللي هم اسموهم الحقيقه الهرم الشرقي والغربي والملون. كل الاهرامات اللي في مصر، كل المسلات، كل المعابد، كله بيعود لقوم حضاره قوم عاد المصريه. احنا اثبتنا الكلام ده في حلقة وثائقية ضخمة جدا، يا ريت ترجعوا وتشوفوها. لكن الفراعنة كانوا بيسجلوا بس، طبعا كانوا بينسبوا لنفسهم ويسجلوا عليها. فلما نيجي نذكر لكم ونقول لكم ان الفراعنة عملوا او سووا، اعرفوا ان مجرد ان الفراعنة كتبوا بس او سجلوا عليها التواريخ او اسرارهم او كل حاجة تخصهم على الجدران دي، لكنهم كانوا حراس عليها او توارثوها كما ذكر لنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وده اللي اثبتناه في الحلقه السابقه، لكنهم لم يكونوا اصحاب هذه الحضاره ولم يكونوا اصحاب هذه الاثار. بتعود مهمه مراقبه حركه النجوم والاجرام السماويه المختلفه لكبير كهنه الشمس في مدينه هليوبلس، كان بيلقب بلقب اسمه كبير الناظرين الى السماء. اهم من حمل هذا اللقب كان المهندس العظيم امحتب. لاحظ المصريين ان اهم الاحداث في تطور حضارتهم كان الطوفان، وكان الطوفان مرتبط بظهور نجم معين في السماء، وهو نجم الشعرة اليمنية اللي بيتسمى حاليا نجم سيريوس. سماء المصريين ثبت جعلوا من يوم بزوغ هذا النجم بداية تقويمهم للعام الفرعوني، واللي يعد أول وأقدم تقويم اكتشفناه حتى يومنا هذا، يعرف أيضا بالتقويم القبطي أو المصري القديم. حاليا يبدأ بشهر يسمى شهر توت وينتهي بشهر اسمه مصر.
وجدت آثار تثبت استخدام المصريين لهذا التقويم منذ 3000 عام قبل الميلاد في مقبرة الملك من جر من الأسرة الأولى في منطقة أم الجعاب بأبيدوس. احنا قلنا طبعا في الحلقات السابقة وأثبتنا بالدلائل مرة واثنين وثلاثة ان الأهرامات بنيت الهدف الأساسي منها حفظ أسرار الإلهية اللي تسببت في قيام الحضارات قبل الطوفان وبعد الطوفان، وان هي السبب الثاني انها كانت بتستخدم كمراصد فلكية عملاقة نظرا لعبادتهم للنجوم والكواكب وللعلم اللي كان عندهم الخاص بالنجوم والكواكب، واللي كان العلم الأسمى اللي تسبب في قيام هذه الحضارات قبل وبعد الطوفان. فكانت الأهرامات بتستخدم كمراصد فلكية، ده اللي ذكرناه في الحلقة السابقة أو اللي قبل السابقة على ما أتذكر. المؤرخ المصري القديم واللي كان بيسمى مانيتوني السمنودي قال عن بناة الأهرام إنهم قوم من غرب أتوا من الشرق وقاموا بصنع مرصد ضخم للتنجيم كان بيعتبر جزء من العقيدة الدينية ومكملا لها، وكان مع المراد منه هو معرفة أسرار الوجود، لذلك بنيت الأهرامات. وقال إن المصريين القدماء كانوا بيعتقدون بأن الملك المتوفي ستصعد روحه بعد الموت للانضمام إلى الإله أوزوريس، لذلك كان قدماء المصريون يقدسون مجموعة حزام الجبار النجمية أوريون. الغريب بقى إن علماء الفلك في زمننا الحاضر اكتشفوا إن ترتيب الأهرامات هو نفس ترتيب تلك النجوم في السماء. والأغرب برضو أن علماء الآثار وجدوا وصفا للأهرامات في كتاب الحجم عند الفراعنة بأنها صورة للسماء. نأتي بقى للسؤال الهام، من الذي أعطى المصري القديم فكرة أن مصر هي صورة للسماء على الأرض؟ الإجابة هي أنه في عام 1500 قبل الميلاد حصل حدثان فلكيان نادران فوق سماء مصر، وهما الأول أن درب التبانة اللي هو اللي إحنا جزء منه الممتد من الشمال إلى الجنوب في قبة السماء اتخذ بمحض الصدفة وضعا تطابق فيه شكله مع المجرى المائي لنهر النيل، مما أوحى للناظرين بأن النيل هو مجرد انعكاس لمجرى درب التبانة في السماء. وقتها بلغت نجوم حزام الجبار الثلاثة الواقعة غرب درب التبانة أقرب نقطة لها على الأرض في دورة بتحصل كل 26,000 سنة. اتسببت القصة دي وظهورها واكتشافها إن العالم الكبير روبرت فوفال وضع نظرية رهيبة بتؤكد ان الاهرامات ما هي الا انعكاس لصورة السماء في الارض. حزام الجبار اوريون، مجموعة نجوم حزام الجبار اوريون. احنا ذكرنا قبل كده وقلنا ان السبب في شكل الاهرامات ان في هرم كبير جدا اللي هو بيسموه خوفو، وهرم اصغر منه بنسبة بسيطة اللي بيسموه خفرع، وهرم صغير خالص بيسموه منقرع. هو طبعا بيرجع الى منقاوس حفيد سوريد بني الأهرامات، لكن هم سموه منقرع. ما علينا، الأهرامات دي العلماء قالوا عنها شيء غريب جدا واكتشفوه. احنا قلنا في البداية تاريخيا ان هي اتبنت بهذه الأحجام على أساس ان الهرم الأول كانوا محتاجينه كبير جدا عشان بيحوي العلوم الإلهية وجسد الملوك وكنوزهم. الثاني كان بيحوي التكنولوجيا بقى، الالات التكنولوجيه والحاجات بقى اللي هو اللي هم استخدموا. يعني الاول كان فيه العلوم، الثاني بقى كان فيه اللي ما ترتب على هذه العلوم، يعني المعجزات اللي صنعوها، الالات المتطوره، التكنولوجيا نفسها اتحطت في الثاني. الثالث بنوه علشان يضعوا فيه علوم الكهنه مع جثث الكهنه المشهورين ايامها، وقلنا ترتيبهم وقلنا اساميهم وقلنا كل حاجه تخصهم للي عاوز يرجع للحلقه. الاغرب من كده بقى هو زي ما قلنا ان الاهرامات بنيت بناء على علم النجوم، ان العلماء اكتشفوا لما جم ينظروا للسماء في حزام اسمه حزام الجبار اوريون، عبارة عن ثلاثة نجوم في السماء. لاحظوا حاجة غريبة زي ما انتم شايفين في الصور قدامكم كده، ان في نجم كبير جدا مضيء قوي وجنبه على نفس الخط واحد اقل في الاضاءة بحاجة بسيطة، وفي الاخر واحد صغير او نجم صغير ولكنه مش على نفس الاستقامة، منحرف قليلا الى الامام. ما جم يبصوا الاهرامات لو الاهرامات الثلاثة على نفس الشكل، هرم كبير مقابل للنجم الاول في الحزام الجبار اوريون، والهرم الثاني على نفس الخط بالظبط زي النجم الثاني في حزام اوريون، والثالث على نفس النقطة اللي فيها النجم الثالث في حزام اوريون وعلى نفس الاضاءة بتاعته صغير. فالعلماء قالوا ان هم لما رجعوا للتاريخ ان حصل سنة 10500 قبل الميلاد ان الارض ده اللي اكتشفوه، طبعا هي موجودة من قبلها بس ده المكان او الوقت اللي وصلوا فيه لهذا الامر يعني، او قدروا يوصلوا له فلكيا.
من 10,000 سنة قبل الميلاد أو 10,500 تحديدا، الأرض كانت قريبة بحيث إن شكل درب التبانة كان ظاهر في السماء عندنا، ظاهر في السماء كده واضح جدا. النجوم كانت قريبة جدا بشكل ما، كانت عاملة شكل معين كده في السماء، واللي كان بينظر لها كان بيشعر إنها واخدة شكل النيل أو واخدة مجرى النيل في السماء. فلاحظوا ان في تطابق بين، يعني كأن الاهرامات الثلاثة واصلة بحبل او بخيط بالظبط، او كانهم متعلقين بالثلاث نجوم دول اللي في حزام اوريون الجبار اللي احنا اتكلمنا عنه. طب العالم روبرت بوفال بقى فسرها بايه علميا؟ هنتكلم بقى الوقت علميا. استهل بوفال مهمته بدراسة لزوايا القوى الـ40 من النجوم والتي كانت تقف بمواجهتها عند بناء الاهرام، وقال القوة الجنوبية بحجرة الدفن بزاوية 45 درجة كانت تواجه نجم النطاق اللي بيسمى زيتا أورونيوس. القوة الشمالية بحجرة الدفن على زاوية 32 درجة و 38 دقيقة كانت تواجه نجم الثعبان ألفا دراكيونوس. القوة الجنوبية في حجرة الملكة بزاوية 39 درجة و 30 دقيقة كانت تواجه نجم الشعرة اليمنية سيريوس. القوة الشمالية في حجرة الملكة بزاوية 39 درجة كانت تواجه الكوكب كوشاب. طب أدلة بوفال على النظرية دي كانت إيه بقى؟ أول حاجة قال إن القوة الـ40 الأكبر تشير إلى نجوم رئيسية في الديانة المصرية، القوة الجنوبية في حجرة الملك تشير إلى مجموعة حزام الجبار بالتحديد إلى نجم النطاق زيتا أورونيوس، وإن القوة الجنوبية لحجرة الملكة كانت تقع مباشرة تحت حجرة الملك تتجه مباشرة نحو النجم سيريوس، والهرم اللي تشير قوته الجنوبية إلى نجم النطاق هو نفس الحجم بالنسبة لباقي مجموعة النجوم. وإن أهرامات الجيزة الثلاثة ما يسموا بخوف وخفرع ومنقرع تصطفي إلى جانب بعضها البعض الذي تصطفي فيه النجوم الثلاثة التي تمثلها على الأرض، وهي النجوم هي زيتا اللي بيسمى يونيسيف وهو النطاق عند العرب، وبسليون أورينيوس اللي بيسمى عند العرب النيلام، ودلتا أورينيوس. النجوم الثلاثة تقع غرب درب التبانة زي الأهرامات الثلاثة ما بتقع غرب النيل. وقال إن النجم بلاتريكس والمعروف أيضا باسم جاما أورينيوس في مجموعة أوريون متطابق تماما في الموقع مع الهرم الغير مكتمل والواقع في منطقة زاوية العريان، والنجم كابا أورينيوس يتطابق كذلك مع هرم أبو رواش اللي بيعرف بهرم جد إفرع قديما، والنجمين دول بيتطابقوا مع مجموعة من نجوم مجموعة القلويات المجاورة لأوريون وهم أوبسليون توري والدبران مع موقعي هرم الدخشور والهرم المنحني. والأهرامات السبعة كما ترون تتطابق كلها مع نسق النجوم السبعة في مجموعتي أوريون والقلويات في السماء. ولابد من الإشارة إلى أن النجمات قاصرة في الديانة المصرية القديمة على الإله ست شقيق أوزوريس والتي قام بقتله. تتطابق اللي قتل طبعا الست في القصة أو في التاريخ الفرعوني هو اللي قتل أوزوريس، تتطابق بشكل مذهل ليس فقط في الخطوط التي تمثلها بل في حجمها أيضا. ويعتقد علماء المصريات أن الأهرامات بنيت عام 2450 قبل الميلاد، لكن العالم روبرت بوفال أراد أن يحدد عمر الأهرامات الصحيح، فقام من خلال برنامج اللي هو جلوبال أو سكاي جلوبال اللي هو بيعرف مواقع النجوم على مر الأزمنة، لأن موقع طبعا النجوم بيتغير كل سنة. اشترى البرنامج لأن البرنامج طبعا ليس مجاني، ووضع افتراضا ان عمر الاهرامات هو نفس موعد اقرب مسافه لحزام اوريون من الارض. بحث البرنامج لمده اعوام، تخيلوا البرنامج فضل شغال اعوام لغايه ما وصل للمطابقه الكامله. لا نمسح بحث البرنامج لمده اعوام دي. بحث البرنامج عام بعد عام بعد عام بعد عام، طبعا مش قعد مده اعوام علشان الناس ما تفهمش غلط، لا البرنامج قعد يفحص اعوام، يعني كان بيشتغل بدقه حتى وصل إلى المطابقة الكاملة بين شكل نسق الأهرامات ونسق السماء، لكن الرقم اللي ظهر على الشاشة كان مفاجأة. أوضح البرنامج أن عمر الأهرامات يتخطى 10,450 سنة قبل الميلاد. لم يتوقف الموضوع عند هذا الحد، بل اكتشفوا أن الأهرام بنيت بهندسة غاية في الدقة، حيث أن زاوية موقع هذه الأهرامات نسبة إلى نهر النيل تتناسق تماما مع زاوية نجوم النطاق نسبة إلى نهر المجرة، مما يدل على أن نهر النيل هو انعكاس لنهر المجر. حدث التطابق ده قبل 10,500 عام، حيث كانت درب التبانة تشاهد وكأنها تقطع السماء من الشمال إلى الجنوب مثل نهر النيل، مما دفع قدماء المصريين لبناء الأهرامات الجيزة بهذا الشكل، ومما يؤكد بما لا يدع مجال للشك بأن الفراعنة ليسوا بناة الأهرامات. الناس اللي بتتضايق وبيقولوا لي انت متضايق من الاهرامات ليه؟ ايه اللي بينك وبين الفراعنه؟ ايه اللي بينك وبين المصريين؟
انا لا انكر بان بناة الاهرامات هم المصريين القدماء، لكن انا بقول ان مصر كانت بتمتلك حضارة اعظم من حضارة الفراعنة بالاف المرات، وكانت بتسبقها بالاف السنين. انا بمجد مش بقلل زي ما هم فاهمين. نحن لا نعبد الفراعنة، الفراعنة نفسهم اللي هو فرعون، يعني الوحيد اللي احنا اطلقنا لقب الفراعنة بناء على هذا الفرعون، الله سبحانه وتعالى وضعه في تاريخيا ودينيا من أسوأ البشر على ور التاريخ. فيعني ما تمجدوش الفراعنة يا جماعة، لأن دي من علامات الساعة، ولا بقلل منهم. يعني احنا هندي لهم مكانتهم في الفترة الزمنية الرابعة، وهندي لهم اللي هم عملوه بالشكل الواقعي. لكن لما اجي اقول لك ان بناة الاهرام في زمن قبل الفراعنة، انا كده بقول لك ان المصريين هم بناة الاهرامات، لكن في زمن يسبق الفراعنة وكانوا اكثر حضارة واكثر تطورا وتقدما من الفراعنة فقط. لا انكر ان المصريين هم بناة الاهرامات اطلاقا، علشان الناس اللي بتاخد جزء من الحلقه ويمشي ويجري ويقول لا ده انت عدو، ده انت بتكره، ده ليه بس العصبيه، وليه عدم رؤيه الصوره بالشكل الكامل اللي يخليك تفهم ان انا بزود مش بنقص. برنامج جلوبال سكاي برنامج مهمته ان هو يضع برنامج فكرته بسيطه لكن عبقري. مهمته ان هو جمعوا فيه كل معلومات العلماء عن مراقبة النجوم في مئات من السنين اللي فاتت. فطبعا هم لاحظوا ان النجوم بتتحرك بشكل معين بسرعة معينة في اتجاهات معينة، فقالوا ان دي السرعة بقى بتاعت النجوم على مر التاريخ. فبدأوا يضعوا تقديرات وبدأوا يحطوا حسابات في هذا البرنامج، بحيث ان هو يقدر يقيس مواقع النجوم والكواكب لعشرات الاف السنين للخلف، طبعا لان مكانها بيتغير على مدار السنين. فالبرنامج قدر ان هو يضع صورة. احنا ليه قلنا في بداية الحلقة وليه ذكرنا لكم المصريين كانوا بيعبدوا النجوم ليه والكواكب ليه وشكلها ايه، وكل الكلام اللي ذكرناه من اول الحلقة لغاية دلوقتي كنا بنقوله ليه؟ عشان اوريكم ان مدى تأثرهم بالنجوم والكواكب وشكلها اللي كان، او الوضع اللي كان عليه في الوقت اللي هم بنوا في الاهرامات. ففي الوقت اللي بنى فيه الاهرامات، لما لاحظوا العلماء ان الشكل بتاع الاهرامات الثلاثة خصوصا والاهرامات السبعة او التسعة اللي موجودة في منطقة الاهرامات اللي هو اهرام دهشور بقى، والاهرامات الموجودة اللي في المنطقة اللي بتسمى منطقة الاهرامات دي، لقوها انعكاس تام للسماء وللحجم، لنفس حجم النجوم في السماء وعلى نفس الخطوط وعلى نفس التباعد، طبعا بحاجة اسمها قياس نسبة المسافة او نسبة القياس او مقياس القياس. الناس اللي طبعا بتفهم في الخرائط هتفهم الكلام ده. فلو على نفس الابعاد وعلى نفس الاحجام فاستغربوا. فالعالم ده جمع كل المعلومات دي ووضعها في برنامج جلوبال بوفال، وقال له قول لي كانت السماء الوضعية دي متطابقة امتى مع الارض، يعني الشكل ده كان متطابق امتى. فالبرنامج قال له ان التطابق ده حصل قبل 10445 سنة قبل الميلاد، يعني عدى عليه دلوقتي 12500 سنة، تخيلوا. فده معناه ان الاهرامات بنيت قبل هذا الزمن، يعني الاهرامات اتبنت قبل 12500 سنة. وهم بيقولوا ان الفراعنة كانوا موجودين من 5 أو من 6000 سنة، يعني ده بيأكد كلامنا بان الاهرامات بنيت في حضارة ما قبل الطوفان، اللي التاريخ البشري بعد الطوفان، واللي اكدناه مرارا وتكرارا في عدة حلقات ان التاريخ البشري من بعد الطوفان حتى الان لا يتجاوز 12000 سنة، اما التاريخ قبل الطوفان كان 10000 سنة. من بعد الطوفان حتى الان 12000 او يزيد قليلا او حاجة زي كده، يعني 12000 ل15000 سنة. قبل الطوفان كانوا 10000 سنة، واثبتنا الكلام ده في حلقات سابقة وهنرجع نأكد عليه في حلقات قادمة بإذن الله. طيب اكتشفوا ايه تاني؟ علماء الاثار لقوا ان في فوهات اللي هي مسالك التهوية اللي موجودة في الأهرامات لم تقنع عالم الآثار المصري ألكسندر بدوي، إذ أحس أن أهمية هذه الفوهات تحوم حول معتقدات شعائرية ودينية تخص المصريين القدماء بناة الأهرامات، حيث اكتشف الباحثون داخل هرم خوفو متونا تدل على أن الملك الذي يموت تصعد روحه عبرها حيث الخلود. لذلك عندما نظر بدوي خلال هذه الفوهات لم يرى نجوم ذات أهمية، فاستعان بفلكية أمريكية تدعى فيرجينيا تيمبل، تخصصها انها درست تغير اماكن النجوم على مدار التاريخ، وقالت ان النجوم بتتحرك نتيجة تحرك ترنح الاعتدالين، وهي حركة بطيئة تتغير فيها مواقع النجوم الظاهرية في السماء بدرجة واحدة كل 70 سنة. فلما جت عملت لها حسبة برضو، نفس الحسبة بالظبط بتاعت برنامج جلوبال سكاي،
بس هي عندها نفس العلم فما احتاجتش للبرنامج، عملتها حسابيا على ايديها، فوجدت ان زمن ميلاد الاهرامات كانت الفوهة الجنوبية في غرفة الملك، ما يسمى يعني غرفة الملك خوفو مجازا، تتجه نحو حزام الجبار او بالاخص نجم زيتا الجبار. والغريب بالامر ان الهرم نفسه يطابق موقع هذا النجم وحجم هذا النجم بالنسبة للارض والسماء، مما يدعم نظرية ان بناء الاهرامات تتطابق مع نجوم النطاق. وقالت ايضا او اكتشف ان تتجه الفوهة الشمالية لنجم الفا التنين اللي كان النجم القطبي في زمن قدماء المصريين، وان موقعه اتغير بسبب الحركة التراحية للارض. وجد الباحثون ايضا ان الفوهة الجنوبية في غرفة الملكة تتجه نحو نجم الشعرى اليمنية، والفوهة الشمالية في غرفة الملكة تتجه نحو نجم بيتا او الدب الاصغر اللي بيسمى كوشاب، وهو المع هذه النجوم. وان اهرامات الجيزة مش بس هي اللي بتصور السماء، بل زي ما قلنا بل ان منطقة الاهرامات الاخرى كهرم ابو رواش اللي في شمال الجيزة ونجم بيمثل نجم كعبة الجبار، وهرم زاوية العريان اللي بيمثل نجم غام الجبار وهو بيسمى عند العرب بالناجز، والهرم الاحمر اللي بيمثل نجم الدبران، والهرم المنحني اللي بجانبه ويمثل نجم ابسلون الصور واللي بيسمى عند العرب بالقلائس. وكل ده يؤكد بما لا يدع مجال للشك، وكل ده بيؤكد بما لا يدع مجال للشك بان بناة الاهرامات ليسوا الفراعنة ولكنها حضارة اكثر تطورا على مر التاريخ، وان الفراعنة كانوا مجرد حراس على هذه الحضارة فقط ليس. عشرات الادلة، علماء فلك، علماء اثار، علماء دين، علماء كل انواع العلماء بكل الانواع، الحسابات، حسابات فلكية، حسابات هندسية، حسابات رقمية، كل انواع الحسابات، كل الطرق، كل الاثار، كل شيء بيؤكد بما لا يجدع مجال للشك ان الاهرامات بنيت قبل الفراعنه بالاف السنين. ولسه هنجيب لكم اثباتات، كتير جدا، بس علشان الناس اللي بتزعل، الاهرامات بنيت قبل الفراعنه بالاف السنين، لكن اللي بناها المصريين القدماء، المصريين القدماء. علشان الناس اللي بتزعل، المصريين القدماء هم بناة الأهرامات المصرية لكن ليسوا الفراعنة. نحن لا نقدس الفراعنة ولا نعبد الفراعنة. الفراعنة كان لهم فترة تاريخية وليهم ما ليهم وعليهم ما عليهم، وهنذكرها في وقتها، وهنذكر تفاصيل وأسرار لم تذكر قبل ذلك، وانتم بنفسكم هتقولوا كده لكن في وقتها بإذن الله. لكن الفراعنة ليسوا مقدسين، الفراعنة كذبوا، الفراعنة ألفوا، الفراعنة كانوا حراسا على هذه. واحنا ذكرنا في حلقة قبل كده بعض المقتطفات الزن، ملوك الفراعنة كذبوا بعضهم البعض وقالوا ان مش هم بناة هذه الاثار، ان هم كانوا حراسا عليها، واكدنا في ايات قرآنية كتير ذكرها لنا ربنا وبالادلة بكل الطرق في حلقات سابقة ان الفراعنة ليسوا بناة الاهرامات. والنهاردة بنزيد عليكم باكتشاف علمي مذهل عن طريق برنامج جلوبال سكاي وعن طريق بعض العلماء اللي ليهم علاقة بمجال النجوم والكواكب، واللي أكدوا ان الاهرامات مش بس الاهرامات ده، حتى الفتحات اللي موجودة في الاهرامات واللي بتنظر للسماء كانت وقت بناء الاهرامات قبل 10500 عام قبل الميلاد، كانت بتنظر للنجوم اللي احنا ذكرناها حرفيا. كل نجم بكل فتحة بكل هرم كان بينظر في اتجاه النجم اللي اتبنى على اساسه هذا الهرم. علشان كده بقول لكم ان منطقه الاهرامات دي، وذكرتها في فيديوهات سابقه واكدتها لكم في فيديو النهارده والحمد لله، ان منطقه الاهرامات دي ما هي الا صوره لانعكاس النجوم في السماء في الوقت اللي اتبنت فيه الاهرامات. اتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم، واتمنى برضو من كل قلبي ان انتم تضغطوا على الاعجاب قبل ما تسيبوا الفيديو وتخرجوا، علشان يوصل لناس كتير محتاجه اجابات لالاف الاسئله في راسها وما بتقدرش توصل للاجابات دي، وهيلاقوا الاجابات في الحلقه وفي كل حلقه في القناه، وتدل على الخير كفاعله. وياريت تعملوا مشاركه للفيديو برضو عشان يوصل لنطاق اوسع والاماكن اوسع والاماكن ما وصلهاش قبل كده، القناه ما وصلت لهاش. واللي عاوز يكون عضو مميز في قناتنا مقابل مبلغ رمزي بسيط يقدر يشترك في عضوية القناة، المبلغ لا يتخطى من دولار لثلاث دولارات، يقدر يكون عضو مميز عندنا وهيستفيد بمميزات كتير جدا، على رأسها طبعا انه يقدر يشوف فيديوهات قبل اي حد تاني في اي وقت من غير ما يكون مقيد بميعاد عرض هذه الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.